مرحبا بكم مشاهدي ومتابعي فضائية تركمانلي في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ضيف وحوار. مشاهدينا الكرام، نتواصل معكم في تغطية فيما يتعلق بالانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في 10 من تشرين الأول القادم، والحديث يدور الآن عن المرشحين التركمان، مرشحي قائمة جبهة تركمان العراق الموحد في محافظتي كركوك وصلاح الدين، وأيضا مرشحي الجبهة التركمان العراقية في المحافظات الأخرى ومنها محافظة نينوى. اليوم حديثنا عن محافظة نينوى، عن أبرز، ونستضيف اليوم أبرز مرشحي الجبهة التركمان العراقية في هذه المحافظة، السيد لقمان نجم الرشيدي، مرشح الجبهة التركمان العراقية ضمن تحالف تقدم بالتسلسل 54 عن الدائرة السابعة في محافظة نينوى. مرحبا بكم سيد في برنامجنا. مرحبا بكم. بداية أشكرك جزيل الشكر، نشكر جميع العاملين في قناة تركمانلي من مديرها إلى جميع موظفيها وكادرها وطاقمها الإذاعي والتلفزيوني، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بكم. أستاذ لقمان، حضرتك أيضا مسؤول فرع جبهة تركمان العراقية في الموصل، ولديك اطلاع واسع فيما يتعلق بالأوضاع في الموصل خلال السنوات الطويلة الماضية، وخاصة فيما يتعلق بعمليات تحرير الموصل من تنظيم داعش الإرهابي. قبل الحديث في تفاصيل هذه المواضيع، ممكن ولو حضرتك يعني غني عن التعريف إن شاء الله، لكن أريد نبذة عن سيرتكم الذاتية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقمان نجم أحمد نجم الرشيدي. نعم. تولد 1968، خريج بكالوريوس، متزوج، لدي 5 أطفال من عائلة تركمانية الأبوين. سكن محافظة نينوى منطقة الرشيدية. يعني ولادتنا وتأسيس من المؤسسين المنطقة الرشيدية التركمانية منذ الأزل، يعني ولادة آبائنا وأجدادنا هناك. انتميت إلى العملية السياسية منذ سقوط نظام البائد، مارست عدة توليت عدة مناصب إلى أن آخر منصبي مسؤول فرع الجبهة التركمانية العراقية فرع الموصل حاليا. نعم. طيب، الهدف من ترشحكم للانتخابات؟ طبيعي، هدف ترشحنا لهذه التكليف، نحن نستطيع أن نقول تكليفنا لهذه المهمة. نعم. جاءت طلب ورغبة من جمهورنا وناسنا في محافظة نينوى، تحديدا بصورة عامة وتحديدا بصورة خاصة جمهورنا المناطق التركمانية. نعم. نحن قبلنا هذا التكليف، بدينا في مشروع. نحن هدف من الترشيح، لدينا مشروع وهناك مشروع داخل مشروع قضية. نعم. نحن ليس كمرشحين الآخرين، مع جل احترام لبقية المرشحين، هناك بعض المرشحين يعني يأتون لنيل منصب ونيل إلى بعض طموح لديهم، مكاسب ربما، مكاسب شخصية وما نعم. شابه ذلك. أما نحن ليس كغيرنا، نحن لدينا مشروع في محافظة نينوى بصورة عامة، ونحن كتركمان لدينا قضية. مشروعنا في محافظة نينوى مشروع بوجود أو عدم وجود. نعم. وكقضية تركمانية حالنا حال بقية الأحزاب وحالنا كحال بقية القوميات في محافظة نينوى، لدينا قضية وجود. نحن أحيانا نتكلم نقول التركمان لديهم كذا نفوس في محافظة نينوى، فلنقول 750,000 شخص، أو أحيانا نقول 1,000,000 شخص. المكون الثاني في محافظة نينوى. نعم. محافظة نينوى، ولكن يفترض أن يترجم على أرض الواقع هذا الرقم. نعم. يعني ليس بسهل نقول نحن نفوسنا 1,750,000 شخص، ولكن لم نشهد تمثيل للتركمان يعني خلال السنوات الماضية بهذا الحجم. يعني بالضبط، نحن يفترض أن نبين للدولة العراقية ولجمهورنا ولبقية الأحزاب لدينا مرشحين ولدينا من يمثلنا في الحكومة المركزية وفي الحكومة المحلية. نعم. وهذه لن تأتي اعتباطا، تأتي عن طريق صناديق. ولهذا السبب لدينا مشروع يجب أن نثبت وجودنا في محافظة نينوى بصورة خاصة في العراق بصورة عامة. نعم. يعني في الانتخابات المحلية، أعتقد الانتخابات المحلية اللي جرت في محافظة نينوى وانتخابات مجالس المحافظات،
أعتقد في مرة من المرات التركمان حصلوا على 5 مقاعد أو ربما 6 مقاعد في نحن في مجلس المحافظة. بالتأكيد نحن في عام 2013 نعم. شاركنا، أنا كنت من المشاركين، هم تم تكليفي من قبل جمهورنا وناسنا في محافظة نينوى، نعم. قبلت هذا التكليف، شاركت في الانتخابات عام 2013 ضمن قائمة الجبهة التركمانية العراقية، وحصلنا إلى 5 مقاعد نعم. من الجبهة التركمانية، 5 مقاعد تم حصول، وهناك شخص آخر حصل على مقعد ولكن ليس من ضمن الجبهة التركمانية، يعني نعم. مجموع كان لدينا 6 مقاعد في مجلس نتيجة جيدة محافظة. كانت. نتيجة جيدة ومناسبة، مشاركة جيدة جدا، نعم. حصلنا إلى مقاعد جيدة. طبعا أنا كنت الرقم الأول من الأرقام التي فزت نعم. بها، أنا حصلت إلى 6500 ألف نعم. في أول مشاركتي في الانتخابات. نعم. استمرينا في العمل السياسي والعمل الخدمي وما شابه ذلك في جميع المجالات، أدينا دورنا في فترة قليلة من الزمن، ما يقارب 8 أشهر، بعدين اجتاحت مدينة الموصل الفاجعة الكبرى اللي اجتاحتها من قبل التنظيمات عصابة داعش. الإرهابية، نعم. تم نزوحنا إلى محافظات أخرى. بعد العودة مارسنا عملنا تقريبا لمدة سنة أو أقل من سنة، تم إيقاف عمل مجالس المحافظات، ولكن خلال هذا الفترة القصيرة استطعنا أن نقدم شيء لأهلنا بصورة عامة في محافظة نينوى وإلى مناطق التركمانية بصورة خاصة. إن شاء الله تتكرر هذه النتائج الجيدة في الانتخابات القادمة إن شاء الله. نعم. طيب يعني أستاذ لقمان، فيما يتعلق بالانتخابات 10 تشرين الأول، يعني هل هذه الانتخابات لها ميزة معينة اختلاف عن العمليات الانتخابية الماضية مثلا؟ بالتأكيد يعني هذه الانتخابات تختلف عن سابقاتها. نعم. هذه الانتخابات سابقا كانت محافظة نينوى كانت دائرة واحدة، والآن حسب القرار أو التوجيه اللي صدر من مفوضي المستقلة في بغداد، أنه موصل تقسم إلى 8 دوائر. نعم. 8 دوائر، نحن كتركمان في بعض المناطق أصابنا ضرر في تقسيم الدوائر، لأن هناك عدة، إحنا من يعني كتركمان كقرى تركمانية منتشرين في عدة مكانات من محافظة نينوى. نعم. في قضاء تلافر لا يوجد مشكلة، قضاء متكامل، كلهم من أخوة يعني إخواننا التركمان من أهالي تلافر مدينة ساكنين تركمانية مدينة بالكامل. تركمانية بالكامل، لا يوجد بها أي نعم. مشكلة، نعم. ولكن نحن في ساكنين في مركز مدينة الموصل، هناك بعض القرى أصبحت ضمن دائرة معينة، والقرى الأخرى أصبحت قريتين أصبحت ضمن دائرة أخرى، وهكذا تم تجزئتنا إلى عدة نعم. هذا أدلة دوائر. تشديد الأصوات يعني. هذه أثرت علينا نسبة نوعا ما، يعني نعم. هناك قرى في سهل نينوى عددهم ما يقارب 1000 نسمة، لكن بدون جدوى لم نستطيع أن نقدم هناك مرشح، لأنه لا نستطيع الحصول إلى مقعد في هذا. نعم. وهناك قرى تيس خراب وقاضي كوي وسادة باعويزة أصبحوا ضمن الدائرة الثانية تابعة لقضاء تلكيف. نعم. نحن في الدائرة السابعة، منطقة قرقوين، منطقة شريخان العليا وشريخان السفلى والرشيدية، هذه أصبحت ضمن الدائرة السابعة. وكذلك هناك بعض الأخوة من أهالي تلافر نازحين إلى مركز قضاء الموصل أو نعم. مركز مدينة الموصل، هؤلاء هم منتشرين، بعضهم في منطقة الأرفتشية، بعضهم في حي الحدباء وفيصلية وجزائر وعدة أحياء، يعني وبعضهم في الدائرة الثامنة منتشرين. نعم. استطعنا أن يعني نحصر الثقل، أصبح ثقلنا في الدائرة السابعة اللي أنا نعم. مرشح فيها. عندكم يعني إحصائية معينة لعدد الناخبين التركمان في تلك يعني الدائرة؟ نعم، تقريبا يوجد لدينا ما يقارب 30 ألف صوت ناخب نعم. في هذه الدائرة، ولكن منتشرين في 3 قرى. المركز القوي لجمهورنا هي مناطق شريخان، رشيدية وقرقوين، ولكن هناك أصوات متفرقة، هناك 100 عائلة في منطقة أربتشية، هناك 20 عائلة في
حدباء، هناك 50 عائلة في حي الجزائر منتشرين. نعم. طيب ترشحكم ضمن قائمة أو تحالف تقدم؟ نعم. يعني مرشح الجبهة التركمانية العراقية حضرتك؟ نعم. ضمن تحالف تقدم، هل هناك اتفاق سياسي معين ربما؟ بالتأكيد نحن اليوم أصبحنا كجبهة تركمانية كمرشح أصبحنا رقم في عمل السياسي. نعم. أصبحنا رقم. بالتأكيد. جاءنا عدة دعوات من عدة القوى السياسية، لدينا طلبات من السيد جمال كربولي، ولدينا طلبات من السيد أبو مازن والآخرين، وأخيرا أصبح إصرار وتأكيد من قبل سيد رئيس البرلمان سيد محمد الحلبوسي أنه يفترض أن نشارك معهم، أن نتحالف معهم في هذه الدورة الانتخابية. نعم. ذهبنا إلى بغداد والتقينا مع السيد، أنا شخصيا معايا رؤساء الجبهة السيد حسن توران والسيد أرشد الصالحي. نعم. التقينا معه في داره وتم الاتفاق أنه بالحرف الواحد قال أنا أريد هذا الشخص أن يتحالف معي في نينوى، وصار الاتفاق على مبدأين. نعم. أنا تكلمت بصراحة مع السيد الرئيس، قلت السيد الرئيس أنا إذا يسمح رئيس الجبهة التركمانية أنا أتحالف معاك لشيئين، مع احترام جل احترامي لمقامك لجنابك لمنصبك. نعم. أنت لا تستطيع أن تجلب لي أصوات ولا تستطيع أن تأخذ أصوات من جمهوري. صح. لأن جمهوري مناطق محددة، نستطيع أن نقول بالعامية قفل. نعم. مقفل. ولكن لشيئين سوف راح نتحالف معك. الشرط الأول أنه تحافظ على أصواتي من السرقة. على هذا المبدأ. الشيء الآخر أنه يكون دعمك لي من خلال المشاريع الخدمية. نعم جيد. لأنه مشاريع طلبت هذا الشيء، أنا لا أريد دعم مادي ولا أريد دعم معنوي، لا ما محتاج، أنا جمهوري مكتفي الحمد لله، ودعمي قوي من جمهورنا وناسنا من أخوة العرب والتركمان يعني. نعم. دعمي. ولكن هناك حاجة أهلنا في محافظة نينوى إلى خدمات، وباعتباري أنا كنت لدي خبرة، كنت في الدورات السابقة عندما كنت عضو مجلس محافظة نينوى كنت رئيس لجنة الخدمات. نعم. ولدي خبرة طويلة، باع طويل في هذه المجال. تم الاتفاق على هذا المبدأ، وفعلا بدأ سيد حلبوسي يدعمنا من خلال مشاريع الخدمية. نعم. في محافظة نينوى بصورة عامة ومناطق التركمانية بصورة خاصة. نعم. كانت عند زيارة للموصل قبل بالتأكيد أيام. بالتأكيد ترجمت هذه الزيارة على أرض الواقع بعد الاتفاق، زيارة. نعم. إلى محافظة نينوى، أنا شخصيا التقيت معه مرتين لأن بقى 6 أيام في محافظة نينوى. نعم. التقيت معه مرتين، مرة بجماعة يعني جميع المرشحين التقدم، مرة على انفراد تم اللقاء معه، تم التطرق على جميع مفاصل الانتخابات وكيفية يكون الدعم وكيفية نستهدف مناطق التي يكون بها توتر، يعني تم مناقشة جميع الأمور التي تخص الدائرة السابعة. نعم. طيب حضرتك تحدثت أنه كنت رئيس لجنة المشاريع أو لجنة الخدمات. نعم. في مجلس محافظة نينوى، وكان لك جهود كبيرة فيما يتعلق بتوفير الخدمات لأهالي محافظة نينوى والموصل بالتحديد. نعم. يعني صح أنه فترة عضوية المجلس كانت قصيرة بالنسبة لكم. نعم. لكن كان لديكم أيضا بصمة واضحة في هذا المجال. طيب المشاريع اللي تحتاجها الموصل حاليا؟ بالتأكيد هناك مشاريع متلكئة. نعم. منذ 2014 ولحد يومنا هذا. مثلا أحد المشاريع لحد الآن لا يوجد مطار في مدينة الموصل، رغم تم تخصيص مبالغ لأعوام. نعم. 2020 و19 و18 و17 و14 لم يتم تنفيذ أي مشروع من المشاريع الكبيرة نستطيع أن نقول. نعم. ولكن بعد تحرير محافظة نينوى نستطيع أن نقول انتهت البنى التحتية في محافظة نينوى، لم يبقى لا مستشفيات، طرق وجسور مدمرة،
مستشفيات، مدارس مدمرة، بقية المرافق الصحية والخدمية والتربوية باتت يعني شبه رماد في محافظة نينوى. خلال زيارة سيد الحلبوسي تم طرح عدة مشاريع عملاقة، من ضمنها تشغيل محطة قطار موصل بغداد. نعم. تم توفير أموال لإعادة تأهيل مطار موصل. هناك مشروعين، إنشاء جسرين، جسر السادس وجسر السابع، وكذلك إنشاء طريق حولي ضمن محافظة نينوى. نعم. ولأول مرة هكذا مشروع ينفذ في محافظة نينوى، وهناك بعض المشاكل، صرف تعويضات للمتضررين، هناك رواتب متراكمة، هناك بعض مخصصات الخطورة وما شابه ذلك. المواطنين تم تسليمنا من قبلي شخصيا، أنا سلمت عدة ملفات، من ضمن الملفات الأخوة المزارعين الذي تم تسليم محصول الحنطة والشعير منذ 2019 و20 لم يستلموا مستحقاتهم. نعم. والحمد لله خلال يومين بعد تسليم الملفات تم صرف مستحقاتهم، استلام المبالغ تم صرفها عن طريق البنوك والصكوك عن طريق دائرة الزراعة. طبعا بعد اللقاء مع سيد الحلبوسي وراها 15 إلى 20 يوم زار رئيس الوزراء إلى محافظة نينوى. نعم. لتفعيل ما اتخذه السيد حلبوسي من القرارات من التوصيات في زيارة المحافظة نينوى. نعم. ترجمت على أرض الواقع. جيد. سيد رئيس الوزراء أتى مع كابينة وزارية، تم عقد اجتماع في منطقة سد الموصل. نعم. جلسة مجلس الوزراء عقدت، جلسة عقدت في محافظة نينوى تحديدا في منطقة سد الموصل، وتم التصويت على جميع القرارات التي اتخذت من قبل سيد الحلبوسي خلال زيارته إلى محافظة نينوى. نعم. هذا شيء يعني مفرح حقيقة، لأول مرة هكذا مسؤولين كبار في محافظة في الدولة العراقية يطلعون على ميدانيا، يطلعون نعم. على معاناة أهالي محافظة نينوى ميدانيا. نعم. هذا من العلامات الجيدة بصراحة، أو من الشيء مفرح بصراحة. طيب، يعني المناطق التركمانية أستاذ لقمان، حضرتك يعني مطلع على أوضاع المناطق التركمانية خاصة الواقعة في دائرتك، دائرة نعم. السابعة، نعم. هناك احتياجات معينة ربما تختلف عن احتياجات المناطق الأخرى؟ بالتأكيد هناك مشكلتين في محافظة نينوى، مشكلة أزلية قديما، هناك مناطق تركمانية وغير تركمانية. نعم. تحديدا لم تصل لديهم خدمات نهائيا منذ تأسيس الحكومة العراقية، أستطيع أقول هالشكل. هناك مناطق كانت فيها خدمات، ولكن منذ احتلال العصابات الإرهابية داعش إلى محافظة نينوى دمرت بالكامل. نعم. إن نستطيع أن نقول بدأنا من نقطة الصفر، أحيانا في بعض المناطق تحت الصفر. عند تحرير محافظة نينوى من عصابات الإرهابية بدأنا أول عملية، أنا كشخصيا لدي يعني خبرة في مجال اختصاص الخدمات، أول عملية التي قمت بها هو إعادة تشغيل محطات المياه. نعم. في منتصف الليل، أحيانا ساعات متأخرة من الليل، ساعة 12 واحدة بالليل، مع طاقم مهندسين من دائرة الماء، استطعنا أول مشروع إعادة تشغيله، هي مشروع ماء الرشيدية بمدة ما يتجاوز يومين. نعم. وبدأنا تشغيل أكبر مشروع ماء في الجانب الأيسر الذي يغذي 70% من محافظة نينوى، مشروع الأيسر الكبير، تم تشغيله خلال أقل من شهر، نستطيع أن نقول 20 إلى 25 نعم. يوم، عمل دؤوب ليلا نهارا طبعا بسواعد أبطال المهندسين. بعد عمليات التحرير كل هذه بعد أصلت. عمليات التحرير. نعم. أول عملية قمناها إيصال الماء. نعم. ثم بعد اكتفينا من تشغيل مشاريع الماء، بدأنا بفتح الطرق ورفع المصدات الكونكريتية والسواتر، وكذلك مد الأسلاك والأعمدة. يعني محافظة مدمرة نستطيع أن نقول، منكوبة. تأكيد. بدأنا على شكل مراحل، استطعنا أن نقدم شيء
إلى أن استطعنا أن نعيد عافية الجانب الأيسر تحديدا، وخاصة مناطق التركمانية. هناك بعض القرى بدأنا من نقطة الصفر، استطعنا أن نقدم شيء، مثلا منطقة الرشيدية خلال علاقتنا ومتابعتنا وزيارتنا لسيد المحافظ ومدير البلدية، استطعت أن أجلب 1 مليار دينار لعمل مجاري في منطقة بيسان والرشيدية، ثم استطعت بعد ذلك جلب 1 مليار آخر لتبليط أفرو وأزقة في منطقة الرشيدية. أما بالنسبة لمنطقة شريخان وقرقوين لا يوجد فيها خدمات بتاتا منذ تأسيس الحكومة العراقية. لماذا لم يتم تخصيص؟ هذه المنطقة مهملة، تارة يقولون الشريخان وقرقوين تابعة لقضاء تلكيف، تارة يقولون تابعة لمركز قضاء الموصل. لا من هؤلاء ولا من هؤلاء، يعني اختلاف على التبعية الإدارية، تبعية الإدارية ومشاكل إدارية. نعم. ولهذا أصبحوا ضحية هذه المشكلة، ضحية بين الحكومتين الناحية المحليتين. المحليتين أصبح ضحية أهلنا في هذه المنطقتين، ولكن استطعنا أن نحصل بعض الاستثناءات. نعم. الآن تم استحصال مشروع مد مجاري قريتي شريخان وقرقوين بكلفة 1 مليار دينار. نعم. وكذلك إكساء وتبليط طريق الرابط بين رشيدية وشريخان والقبة، كذلك خصص له 1 مليار. وهناك مشاريع تم استحصالها من قبل مديرية التطوير الريفي في محافظة نينوى لإكساء وتبليط الأزقة داخل القرية. نعم. والآن المرحلة الأولى انتهت، إن شاء الله أيام قليلة سوف نباشر بالمرحلة الثانية، والعمل مستمر إن شاء الله. يعني بعد انتهاء عملنا في مجالس المحافظات، جميع أعضاء المجالس في محافظة نينوى ذهبوا في بيوتهم، ولكن أنا استمريت في عملي. نعم. ليلة ونهارا، وكأني أنا عضو مجلس محافظة نينوى، استغليت يعني علاقاتنا اللي بنيناها خلال فترة كنا عضو مجلس محافظة وعلاقاتنا الجيدة. كذلك باعتباري أنا مسؤول مكون ثاني في محافظة نينوى، استطعنا أن نجلب شيء لأهالينا في مناطق التركمانية بصورة خاصة، وكذلك المناطق المجاورة لمناطق التركمانية اللي استفادت من هذه المشاريع. بالتأكيد هناك مشاريع تم في حي العربي، ومشاريع في منطقة قوسيات وحي المثنى. أحيانا أغلب أعمالنا كانت ينفذ ليلا، خاصة الموسم الصيف كان حار. نعم. بالليل نتصل مع الإخوة بالبلدية، نستطيع بالليل نروح، يعني أحيانا لأذان الصبح نحن نبلط في الأزقة وفي شوارع في داخل محافظة نينوى. نعم. يعني أستاذ لقمان، من كلامك، من كلام حضرتك، أنه يظهر بأنه حضرتك رجل ميداني، يعني عملك مستمر. نعم. في الميدان، عملك مستمر مع المهندسين، الطواقم، الدوائر المختلفة، الدوائر الخدمية، من أجل خدمة المواطنين. لكن إن شاء الله إذا فزتم بعضوية مجلس النواب العراقي في الانتخابات القادمة، كيف راح تساهمون في دعم الموصل وأهلها؟ بالتأكيد أنا منذ طفولتي. نعم. لدي رغبة ميولي لجانب الخدمي. نعم. فعندما حصلت أعلى الأصوات في الانتخابات الماضية في جبهة التركمانية، يعني ضمن استحقاق الانتخابي يفترض أن أخذ منصب نائب المحافظ أو أخذ منصب نائب رئيس مجلس. نعم. ولكن ضمن الاتفاق تم تسليم المنصب للسيد نور الدين خطلان لرغبتي لاستلام لجنة الخدمات. يعني استمرينا خلال هذا الفترة دائما ميولي على الخدمات. دليل على ذلك يعني رفضت أن أكون نائب رئيس مجلس وأصير نائب المحافظ، كان طموحي أن أكون رئيس لجنة الخدمات في مجلس المحافظة. لا. والحمد لله استلمت منصب لمدة 4 سنوات أو 5 سنوات، كنت رئيس لجنة الخدمات ولي غاية فيها. نعم. من خلال رئاسة المجلس استطعت أن أقدم شيء لمحافظة نينوى بصورة عامة ولمناطق التركمانية بصورة خاصة. نعم. أنا لست مهندس، ولكن خلال متابعة المشاريع والتخصيصات وكذا أصبح لدي خبرة.
يعني عندما نتكلم عن مشاريع المهندسين يتفهمون أو نعم معنا بمصطلحات معينة. بمصطلحات معينة نعم راسا، يعني يتقبلون بعض المصطلحات، لأنه أنا دائما كنت معهم في العمل قبل أن يدخلون الدواعش، كنت ألبس زي البلدية، يعني نعم. برجسون عمل نعم معهم، بدلة العمل وهنا مكتوب خادم نينوى، كنت أعمل معهم ليلا ونهارا. ومع بداية التحرير عندما دخل القوات العسكرية وجميع الأجهزة الأمنية، دخلت معهم بزي العسكري، أنا وحماياتي دخلنا معهم خطوة بخطوة، وخاصة في مناطق التركمانية. لأن استطعنا أن نقدم شيء، نوضح شيء للأجهزة الأمنية، لأن القوات التي جاءت لتحرير مدينة نينوى يحتاج إلى دليل توضيح. كان لدي مصادر في منطقة مناطقنا تحديدا، هذه المنطقة يوجد فيها قناص، هذه المنطقة لا يوجد فيها مفخخة، هذه المنطقة تستطيع الدخول منها. استطعنا أن نقدم شيء لأهلنا لتخفيف الضرر أثناء التحرير، لتخفيف إنهاء هذه المعاناة اللي حصلت، إنهاء المعاناة وتخفيف الضرر على مناطقنا. نعم بالتأكيد. ولهذه السبب الضرر كان في الجانب الأيسر قليل نسبة لمقارنة الجانب الأيمن. هذا الأهم، كانت لدينا دور كبير في هذه. ومنذ التحرير بقيت في بيتي وبقيت في منطقتي، لم أغادر المنطقة إلى يومنا هذا. هناك بعض الأشخاص بعد التحرير ولا يزال عضو مجلس محافظة، عضو برلمان، نائب المحافظ، أحيانا المحافظ، كان يعملون النهار والليل، يخرجون من محافظة دينا ويذهبون لمبيت خارج المحافظة، لو أحيانا يذهبون إلى محافظة أربيل أو دهوك. أنا بقيت مع أهلي وناسي ليلا ونهارا إلى يومنا هذا. وهذا نحمد الله نشكره أنه استطعنا أن نقدم شيء، واستمرينا في تقديم الخدمات بعد التحرير إلى يومنا هذا، ولم أخطي خطوة إلى الوراء. دائما خطواتنا بالتنسيق مع الدوائر الخدمية استطعنا، وهناك ولا يزال مستمرين، هناك بعض المشاريع قيد الإنجاز وقيد التخصيص، عدة مشاريع سوف ينفذ قريبا إن شاء الله في محافظة نينوى. نعم، يعني إن شاء الله فوزك في الانتخابات القادمة سيبعدك عن هذا الميدان. كيف راح تساهم في يعني دعم أهل الموصل من خلال عملك في مجلس النواب العراقي إن شاء الله؟ بصراحة طموحي إن شاء الله إذا نلنا مقعد في برلمان، طموحي أستمر على نفس النهج. إن شاء الله يكون طموحي أكبر من اللي كنت أصوره هسه، ممكن تخصيص مبالغ أكثر خاصة لمناطق متضررة من جرائم عمليات إرهابية، والمناطق التي تفتقر إلى الخدمات. أصبح لدينا خبرة معلومات كاملة لمحافظة نينوى، ليس في مناطق تركمانيا يعني بوجه الخصوص، ولكن بصورة عامة حتى قرى العربية المجاورة إلى قرى الرشيدية وشريخان وقرقوين اللي تحتاج إلى خدمات، ونوعية الخدمات اللي تحتاجها. نوعية الخدمات. نعم. هناك بعض القرى تحتاج إلى أبنية مدرسية، هناك بعض القرى تحتاج إلى مشاريع مياه، هناك بعض المناطق تحتاج إلى مجاري ومحطات كهرباء. يعني أصبح لدينا إلمام كامل عن معاناة أهلنا في محافظة نينوى على وجه العموم، ومناطق التركمانية على وجه الخصوص بصراحة. طيب أستاذ لقمان، يعني طموحي أن أستمر في هذا النهج. نعم إن شاء الله في برلمان العراقي، وإن شاء الله أنا ليس طلاب مثل الآخرين، يعني قاط ورباط مثل ما يقول في العامية، أجلس خلف الميز وكرسي. أنا ما يعجبني بصراحة، أنا رجل عملي. نعم أستاذ لقمان، يعني طيب، يعني الانتخابات القادمة مهمة طبعا بالتأكيد لتمثيل التركمان في مجلس النواب العراقي، خاصة التركمان في محافظة نينوى اللي هم مهمشون. نعم. ليس فقط في مجلس النواب، ربما يعني العدد الموجود من النواب التركمان في مجلس النواب العراقي قليل ولا يلبي طموح التركمان. أو حتى لا يلبي أو لا يحقق العدالة بالنسبة لتمثيلهم في البرلمان العراقي. إلى جانب هذا، التركمان أيضا مهمشون في الحكومة المحلية في محافظة نينوى. سؤال، هل يمكن أنه
الانتخابات القادمة فوز التركمان بمقاعد أكبر في مجلس النواب العراقي سيساهم أيضا في تمثيل أكبر للتركمان أو تمثيل التركمان، لأنه أصلا ماكو تمثيل في الحكومة المحلية. سؤال مهم ودقيق جدا. طبعا بالتأكيد نحن مهمشون في داخل محافظة نينوى، نستطيع أن نقول الحكومة المحلية. نعم. أنا كل ما أكون لقائي مع المحافظ هذا السؤال الأول. سؤال الأول أقول له لا يوجد لدينا تمثيل في الحكومة المحلية بتاتا. نعم. ليس لدينا نائب محافظ ولا معاون محافظ. معاون محافظ، مدير عام، مدير دائرة. لا يوجد لدينا أي قسم من حتى على مستوى الأقسام لا يوجد من يمثلنا في محافظة نينوى، وهذا تهميش بحد ذاته لمكون خاص، وهناك بعض القوميات وبعض الجهات أقل عددا نفوسا من التركمان لديهم مكاسب ومناصب أكثر من استحقاقها يعني من استحقاق، رغم هناك يوجد عدة نواب من محافظة نينوى ومن مكون التركماني، ولكن بدون جدوى مع الأسف. نحن مهمشين حقيقة. إن شاء الله نرجو من جمهورنا من ناخبينا أن يوعي إلى مدى خطورة الانتخابات. هؤلاء الأشخاص يتسلقون في مناصب لحصول إلى مكاسب أو مناصب في الحكومة المحلية أو في الحكومة المركزية عن طريق الانتخابات. لذا نحن نرجو من إخواننا جمهورنا أن يذهبوا إلى صناديق الاقتراع يوم 10 تشرين الأول لإدلاء بأصواتهم لكي يوصلوا أصواتهم ومرشحيهم إلى مقاعد نيابية لكي يجلبوا مستحقات محافظة نينوى أولا، ثم مستحقات القرى التركمانية أو مناطق التركمانية ثانية. نعم، يعني صح أنه زيارة التمثيل التركماني في مجلس النواب العراقي عن محافظة نينوى مهم جدا، لكن أيضا النوعية ربما أكثر أهمية. يعني نوع المرشح اللي راح تختاره الناخب التركماني في محافظة نينوى أو الناخب في محافظة نينوى بشكل عام، لأنه المرشح التركماني حضرتك إن شاء الله إذا فزت بالانتخابات يعني من تقدم في مشروع معين أو ربما تساهم في جلب أموال ضمن الموازنة العراقية لمحافظة نينوى، وهذا لا يتم يعني يستفيد منه التركمان فقط، بينما يستفيد منه كل مكونات محافظة نينوى. نوعية المرشح اللي يتم اختياره أيضا مهم. بالتأكيد سؤال وجيه جدا، لأنه هسه لدينا نواب تركمان في محافظة نينوى، ولكن نحن نريد يعني طموحنا أن يكون من صلب القومية التركمانية. من الصلب القومية التركمانية الذي يعاني ويشعر بمعاناة القومية التركمانية. هناك يعني نواب في محافظة نينوى، ولكن أستطيع أن أقول لم يستطيعوا أن يقدموا شيء للقومية التركمانية. وأنا التقيت مع ما يقارب شخصين نائبين أو ثلاثة ووصلت أصواتنا، يعني قلت لهم أخوان أنتم تمثلون التركمان في محافظة نينوى، يعني على أقل تقدير ما يمكن تقديمه لجمهورنا لناسنا ولقوميتنا يعني لا، ولكن بدون جدوى لم يستجيبوا لطلباتنا ولم يقدموا شيء لحد يومنا هذا، يعني خصوصا في مركز مدينة الموصل. لم يعني نشعر بهناك رجل مهني برلماني وقف إلى جانب التركمان في محافظة نينوى بجدية وبإخلاص. هناك ناس برلمانيين مع جل احترامي لهم، ولكن يعملون إلى 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 جهات معينة بصراحة. إذا منتمي إلى حزب أو إلى جهة معينة لا يستطيع تقديم خدمات إلى جمهور أو إلى قومية التركمانية. ولهذا السبب نطلب من جميع الناخبين في محافظة نينوى على وجه العموم والقومية التركمانية بصورة خاصة أن ينتخبوا الشخص الذي يخدمهم. أولا يكون الصوت هو أمانة. أنا صوتي أمانة،
يجب أن أوصل الأمانة بيد رجل أمين نعم وقوي ويستطيع أن يجلب شيء لأهل المنطقة إن كانت في محافظة نينوى أو في كان دائرة معينة. نعم. هذه يكون ضمن امتيازات خاصة. لا يمكن أن أروح أدلي بصوتي أنا وعائلتي إلى شخص أكو مثل يقول بالعامية المجرب لا يجرب. نعم. أنت من تجرب شخص أنطيته أصواتك أنت الآخرين جمهورك ناسك أقربائك ولكن لم يقدم شيء يفترض أن لا نقع في خطأ ثاني مرة أخرى نذهب إلى شخص من وقف معنا من حمل معاناتنا من ساعدنا ومن مستمر في عمل الخدمة لجمهورنا ولناسنا ولقوميتنا ولمحافظة نينوى. أولا يكون ولاؤه لمحافظة نينوى ولجمهوره، هذا بالدرجة الأولى يكون. وأما إذا كان عشوائيا اختيار عشوائي هناك كثير من المرشحين، أي شخص يستطيع أن يقدم يعرض نفسه لنيل مقعد من المقاعد البرلمانية، ولكن هناك أشخاص ليس لديهم مشروع سياسي، ليس لديهم مشروع خدمي، هناك مشروع تشتيت الأصوات. ولهذا السبب أرجو من الناخبين في محافظة نينوى وخصوصا على وجه الخصوص في مناطق تركمانية هناك حملة لتشتيت الأصوات أن لا ينجروا مع بعض الإشاعات الضعيفة هذا فلاني هذا ابن عم فلان هذا قرايب شيخ فلان هذا بعد أصبحت الانتخابات مناطقية يجب أن نحدد الشخص المعني لأنه صوت مثل ما قلنا نقول أمانة يجب أن نضع الأمانة في بيد رجل أمين. نعم يعني كل هذه السنوات الماضية كانت ربما تجربة لأهالي نينوى والتركمان في محافظة نينوى للنواب الموجودين في البرلمان العراقي. نأمل أنه إن شاء الله الانتخابات القادمة تحصل تغيير، يعني نينوى أعتقد بحاجة إلى هذا التغيير. بالتأكيد يعني بصورة عامة يعني في العراق نحتاج إلى التغيير. نعم. تغيير العمل السياسية. لأن هناك في العراق بصورة عامة ومحافظة نينوى إرباك في عملية سياسية، عملية الأمنية، عملية الاقتصادية في جميع الأصعدة. نعم. عندما يكون مصدر القرار تعدد مصادر القرار في محافظة نينوى أو في العراق يربك العملية الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية. لذا نحن يجب علينا أن نختار وجه جديد، قائد جديد، من يمثلنا أحسن تمثيل لكي يستطيع أن يجلب مستحقات أولا محافظة نينوى من حكومة المركزية ثم مستحقات القومية أو الدائرة المنتمي إليها. نعم. طبعا احنا نقول أحد أسباب محافظة نينوى تأخيرها في الإعمار لأن تشتت أفكار وآراء أعضاء البرلمان من محافظة نينوى. نعم. لم يتحدوا ولم يستطيعوا جلب مستحقات جلب أموال أو مستحقات محافظة نينوى تكفي الإعمار هذا إعمار تكفي الإعمار. نعم. بالضبط، علما أن محافظة نينوى محافظة منكوبة بالإجماع تم التصويت في برلمان العراقي وفي مجلس المحافظة أيضا أنه محافظة منكوبة ولكن بدون جدوى بدون فائدة. نعم. طيب رسالتكم في ثواني إلى الناخب في محافظة نينوى وخاصة الناخبين التركمان. أنا دائما أقول أنه الصوت هي أمانة. نعم. والصوت إذا كان عند المرأة وعند الرجل وعند شيخ كبير أو عند شاب هو صوت. أحيانا مواطنينا الكرام يذهبون يقول تسأل عندما تسأله هل ذهبت إلى صناديق لتا يقول نعم أنا ذهبت ولكن ذهب لوحده. نعم. هذا لا يكفي الغرض. أنا أوجه رسالتي تحديدا إلى مناطقنا التركمانية منطقة قرقوين أهلي وناسي أحبائي وفي منطقة شريخان العليا وشريخان السفلى وفي منطقة الرشيدية والقرى المجاورة ضمن دائرة السابحة أن نعم. يذهبوا إلى صناديق
الاقتراع يوم 10/10 مجاميع وليس فرادة. نعم. يعني جميعهم دون استثناء. جميع العائلة بدون استثناء المشمولين نعم. في أداء أصواتهم. نعم. يعني أخذ أمسك من يد والدي، والدتي، ابني، أختي، أخذها لصناديق الاقتراع، من حقي أن أدخل معه إلى صندوق وأقول له صوت لمن تشاء ولمن وقف معنا ولمن ساندنا نعم. وقدم الدعم ولا يزال يقدم لدينا الدعم. نرجو نكرر رجعنا أنه الكل تشارك في الانتخابات. نعم. هذه انتخابات ضرورية طبعا إن شاء الله. يعني إن شاء الله نأمل أنه الانتخابات القادمة راح تكون ربما انفراجة بالنسبة للتركمان في محافظة نينوى على وجه الخصوص، وفي كل المناطق التركمانية والمحافظات ذات الخصوصية التركمانية إن شاء الله. يعني أنا أرى يعني نعم. بهذه الانتخابات أكو نور. نعم. نور أكو بصيص أمل إن شاء الله، لأنه صار وعي عند ناسنا وجمهورنا خلال نعم. هذه الأزمات اللي مرت بها محافظة نينوى. أنا متفائل سوف التركمان يحصلون إلى مقعد برلماني في مركز مدينة الموصل إن شاء الله. يعني إن شاء الله تحالف تفاؤلكم راح يكون في محلة بإذن الله إن شاء الله. مشاهدي الكرام، في ختام برنامجنا، هذا البرنامج الشيق مع الأستاذ لقمان كان مهم بالنسبة للناخبين التركمان والناخبين عموما في محافظة نينوى، من أجل الحديث عن الانتخابات النيابية القادمة وتمثيل التركمان في مجلس النواب العراقي القادم. نأمل إن شاء الله من الناخبين التركمان في محافظة نينوى المشاركة بكثافة وفاعلية وقوة في الانتخابات القادمة، لتكون بادرة خير للتركمان ولمحافظة نينوى بشكل عام. في ختام البرنامج أشكر الأستاذ لقمان نجم الرشيدي، مسؤول الجبهة التركمان العراقية فرع الموصل، وأيضا مرشح الجبهة ضمن تحالف تقدم للتسلسل 54 عن الدائرة الانتخابية 7 في محافظة نينوى. نشكركم جزيل الشكر على مشاركتك في برنامج. شكرا جزيلا، شكرا لإتاحة الفرصة. نشكر جميع العاملين في قناة تركمانيا الذي دائما سباق لنقل الحدث، ودائما يكون في جانبنا ودعم إعلامي لنا. شكرا. أهلا وسهلا بكم، هذا واجبنا إن شاء الله. مشاهدينا الكرام، نشكركم في ختام البرنامج وإلى اللقاء.